بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مسائكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل واطيب ترحيب من هنا من أرضية عاصمة الميادين، من هنا من الوثبة، ومع انطلاقة الشوط الثالث الذي يحمل في طياته قعدان محليات ثنايا أصايل من مسافة 8 كيلومترات التي تحتضن هذا التحدي وهذا التنافس. هنا شعارات أصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق معنا في هذا المساء وفي هذا المسار. البداية مع المركز الأول مع مقدمة الشوط، يتقدم عنيد مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري مع أول التحديات وشعار هجن الرئاسة الذي دائما وابدا ما يتواجد في مقدمة هذا الشوط. لكن هنالك الانطلاق المميز مياس على صدارة هذا الشوط اسمه الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان الجابري، من يقدم هنا انطلاق مياس على المركز الأول. المركز الثاني يتواجد عنيد من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. ننتقل مباشرة ونتابع ثالث التحديات، الأسماء القادمة وصلاح فيت من هجن الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي، من يقدم لنا حفيت على ثالث التحديات. المركز الرابع ينطلق هملول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الخامس يصل وينطلق شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم محمد بن مسفر بالقوبة في عملية التضمير والمتابعة، من ينطلق مع المركز الخامس. المركز السادس الآن أيضا يتواجد هملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف جمعة بن أتيق الرميثي، من يتسلل وينتزع المركز الخامس. بينما المركز السابع يتواجد هنا نهاب من هجن الرئاسة والمضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير والمتابعة، من يتقدم مع المركز السابع. المركز الثامن هنا انطلاق الذيب لسمو الشيخ. المركز الثاني هملول قادم على ثاني التحديات لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير والمتابعة. لكن المقدمة هنا مع حفيت ما شاء الله تبارك الله ينطلق بكل قوة وبكل جدارة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس، وهنا ينطلق حفيت، هذا الاسم الكبير وهذا الاسم المميز، شعار هجن الرئاسة مع المركز الأول والمضمر مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي، من يقدم حفيت إنجازا بعد إنجاز تكبر أحلامه. المميز مع المركز الأول، المميز مع الناموس مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي، من يقدم حفيد بشعار هجن الرئاسة على المركز الأول، ينطلق بدون أي منافس، ينطلق بهذا الناموس المميز بدون أي منافس في هذا الشوط الرئيسي الخاص بفئة القهدان الثنايا المحليات الأصايل. ينطلق حفيد من هجن الرئاسة في هذا المساء المميز، في هذا المساء الجميل، في هذه الأجواء رائعة، ينطلق هنا حفيت من هجن الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي. بينما المركز الثاني هنا وصول الشعار العيناوي القادم مع المركز الثاني هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم قادم، ولكن المميز يحافظ على صدارة هذا الشوط وينطلق هنا ويقدم لنا حفيت مع الناموس والناموس مع حفيت. حفيت هنا يتقدم بشعار هجن الرئاسة، تهانينا والناموس من هذه اللحظات لشعار هجن الرئاسة والمميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي على فوز حفيت بالمركز الأول وبدون أي منافس. تهانينا والناموس للرئاسة وعشاقها ومضمريها على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول. بينما المركز الثاني يصل هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي المركز الثالث.
همدول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي من وصل مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في انتظار هنا وصول رابع المراكز. يصل شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم محمد بن مسفر بالقوبع من وصل مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل نهاب من هجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمضمر مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي على فوز حفيد بالمركز الأول وبناموس هذا الشوط. هنا بانتظار التوقيت الزمني وهنا لحظات الإعادة كما تشاهدون على شاشة أبو ظبي الرياضية. توقيت المرافق لحفيد 13 دقيقة 13 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصل حمدون 13 دقيقة 16 ثانية تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وللزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث. حمدون التوقيت 13 دقيقة 26 ثانية وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس لمالكي حمدول سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. بسم الله الرحمن الرحيم، نتواصل والتواصل مستمر.